الوليه الخباصه اللي اسمها عواطف قالت لي انك انت ما نزلتش من اوضتك من امبارح وما اكلتش ولا لقمه ومعرفتش انام ولا ثانيه واحده. وانا هفرح بيك بقى لما تطبي لي ساكت كده هوت غصب عني يا شربات. مش قادر، كاره نفسي قوي، مش قادر اصدق ان روحي هانت عليا لدرجه ان اعمل فيها كده. طب بذمتك انت مصدقه؟ مش انا اللي طول عمرك بتقولي عليه اخلاقه عامله زي بنات البنوت؟ اعمل كده اسلم لها نفسي بالسهوله دي وافضل غرقان في بحر العسل اللي هي؟ استغفر الله العظيم يا رب. افرضي كان جوزها شافنا يا اخويا. ولا افرض ولاتني بقى، اللي حصل حصل. امال بعدين ما فيش بني ادم في الدنيا ما بيغلطش. بعدين انا عذراك مع اني مغلطاك من ساسك لراسك، انما عذراك بعد ما سابتك زي الكلب الاعور الحزين، جابت لك الشمس والقمر في ايديها، قدمت لك فروض الولاء والطاعه، لازم تسلم. امال ربنا يا اخويا ذكر كده النساء في كتابه ليه؟ ده الشيطان اللي اسمه شيطان، وشيطان شاطر كمان، علشان يوز ادم سلط عليه حواء. البنت دي معفنه من يومها، عامله زي الممسحه اللي بنمسح بيها البلاط. وبعدين انت شاب وطلبت معاك، خلاص يا اخويا بقى. ايوه شاب بس مش حيوان يا شربات، كان لازم امسك نفسي واقاوم. وما قاومتش وضعفت وسلمت نفسك للشيطان، هنقعد بقى نولول العمر كله بدل ما نستعبر الدرس ونفهمه ونعاهد ربنا ان احنا مش هنغلط تاني. العيار اللي ما يقتلكش يقويك. يا بهيم انت لسه العمر قدامك، ده انت لسه الدنيا هتلكملك وتشلتلك وترقعك 100 قفا على قفاك على سهوه كده اهو. اشمعنى انا؟ ده انا من يوم ما وعيت على الدنيا وهي بتلطش فيا. مش انت اللي بتقوي بينا يا شربات، انا والواد حمدي اللي بنقوى بيكي. ربنا يخليكي لينا. يلا اطلع استحمى وصلي لك ركعتين ونام على طول. ها ما تفكرش، عشان بكره الصبح هاخدك انت والبغل التاني اشتري لكم عربيتين جداد. ورحمة أمك؟ أيوه بقى، أخوات شوشتة هانم يركبوا توكوسة كده عادي زي الناس الغلابة؟ أبدا. ربنا يخليك. خليكوا ليا، يحفظكوا يا رب من الشيطان يا رب، يا ولاد بطن أمي يا رب. تصبح على خير. تصبح على خير يا حبيبي. رد بقى. الو انت فين؟ ما بتردش عليا ليه بسرعه؟ بقول لك ايه، برودري قاعده على المرجيح في الجنينه، يلا انطلق. انا هنا هنا يا ابن الحلال، ولا عايز جاه ولا كتر مال. ممكن ترحميني بقى عشان اعرف انام؟ الله اكبر، مالك داخل زي القضا المستعجل كده ليه؟ ايه انا كده كده قطع الخلف، عايزني اقطع النفس اموت مخضوضه؟ لا انا عايز اعرف انام. تنام؟ صوتي بقى اللي مش مخليك تنام؟ طب ده انا سامعاني بالعافيه. صوتك مش اللي مخليني مش عارف انام، صورتك اللي كل ما بحلم بشوفها هي دي اللي بتصحيني منفوض. ليه؟ أم 44 ولا بومة؟ وبتحلم بيا ليه؟ عاشقني في الضلمة وأنا مش واخدة بالي؟ بحلم بيكي وأنا نايمة عشان ضميري ما بينامش. لو النعمة، هو أنت وأختك الحيزبونة عندكوا ضمير؟ أنا ماليش دعوة بحد. وضميركوا كان فين لما اتهمتوني إن أنا سميت أخوكوا؟ وعينيك اللي كانت مليانة غل ونار لما كنت بتشوفني في سوى حياة عينه أو بعد ما ماتوا؟ ما انا بعد ما قرينا الوصيه بقيت احلم كوابيس كل يوم. بحلم بيكي بتعيطي وتقولي لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك. لا اطمن، بقولها كل يوم كل يوم عليك وعلى اللي زيك وعلى اللي يجي عليا انا واخواتي. والعياط في الحلم اللي انت شفته ده فرج، وان شاء الله ربنا هيفرجها عليا من واسع، عشان انا لا بظلم ولا بفتري. والدموع اللي نفسك تشوفها نازله من عينيا عمرك ما هتشوفها، عشان انا مرأة قوية والحق صوته عالي، واللي عنده حق عمره ما ينضال. طب ايه رأيك بقى لو قلت لك ان انا كمان عندي حق؟ هنرجع لعنب جيبه يا ابو بكباتشن. طب احكي لك حكاية وبعد كده تحكمي، ممكن؟
قول. ادخل. كويس انك صح. لا انا نايم، عندي شغل بدري. طب انا الحشيش اللي معايا خلص، مش عارف انام غير لما اخد نفسين، وقلت اكيد باجي بالسبع ما يخليش. نقول في يوم من الايام كان معاكي خمسه سيخ، وكل واحد من اخواتك معاه 10 سيخ، يبقى كله على بعضه كام؟ ده امتحان حساب ده ولا ايه؟ طولي بالك، يبقوا كام؟ اللهم طولك يا روح. يبقوا كام بس يا شربات؟ يبقوا ربع جنيه. هتديني 10 على 10؟ الربع جنيه رحت اشتريت بيهم شهادة استثمار. شهادات ايه ومدارس ايه في انصاص الليالي دي؟ اشتريت بيهم ورقة يا نصيب، والورقة دي كسبت البريمو، نقول 50,000 جنيه. ماشي، هتقسميهم ازاي بقى؟ ترجع لاخواتك كل واحد 10 صاغ، وبقيت ال50,000 تاخديهم انتي، ولا تقسميهم بالنسبة، يعني كل واحد ياخد 20,000 وانتي تاخدي 10,000 جنيه؟ ماشي، بالنسبة الاخرانية. دي بقى وجهة نظري اللي عايز بيها حقي في ميراث حكيم. لا لا مؤاخذة بقى، انا مش دقة عصافير زور، دول طاروا من زمان. حكيم الله يرحمه ما أخدش منك أنت وأختك بريزة واشترى بيها ورقة روتاري؟ لا يا حبيبي، ده شقي وتعب وتمرمط ونحت في الصخر لما كانت أختك نايمة في حضن جوزها وأنت بتطير طيارات. كل الحسبة بتاعتك دي على صرمتي أنا القديم. أنا ما بحكيلكيش القصة دي كلها علشان أقنعك بوجهة نظري، لا، أنا بس عايز أوضح لك أنا كنت بتصرف بالطريقة دي إزاي الفترة اللي فاتت دي كلها. أنا مش هنافقك وأقول لك إن أنا استسلمت، لأ، أنا لسه شايف إن وجهة نظري دي صح وهكمل في موضوع القضايا. أنا بس بعد ما هديت كنتش عايز أستكبر إني أعتذر لك على اتهامي ليك إنك سممتي حكيم، مع إن مش هخبي عليكي أنا فعلاً كنت شاكك بجد. أسمم الراجل الوحيد اللي خلاني أبقى بني آدم؟ معلش، تفكيري ما كانش مظبوط ساعتها، وبكرر اعتذاري. عايز اقول لك ان انا عمري ما هنسى انك انقذتي حياه ابني في يوم من الايام. عايز اقول لك حاجه يا ابو الكبات، كل الكلام اللي انت بتقوله ده ما اشتريهوش بملين احمر. عارف ليه؟ عشان انا صايعه قوي 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 ومرقعه قوي 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 قوي. ولا عذرك تماما، بس الايام هتثبت لك حاتم من جوه عامل ازاي. انا اعتذرت لك كده، ضميري مرتاح كده، هعرف انام. معقوله؟ اوبا اوبا اوبا، شايف مين قاعد مع مين؟ وده عايز ايه من اختي ده كمان؟ شكلها تحلو قوي يا ابو حمد. اشرب. صباح الخير على الحلوين. صباح النور على الوحشين. يا وحشه خليكي نقشه. اختي دمك شربات، الاسم شربات والدم شربات. يلا اشربي قهوتك بقى واطلعي البسي عشان عندنا ميعاد في الاتيليه الساعه 11:30 مع المحاسب. كلمتي اخوكي قلتي له؟ ده هو اللي مكلمني مفكرني انا بعمل لك القهوه. وحمدي؟ ما اعرفش. وامتى هتعرفي يا روح امك؟ الله، ما ايه؟ لازمته ايه الكلام ده على الصبح يا شربات؟ لازمته انها طالت وبوخت وبقى دمها تقيل قوي. انا قلت لك اتقالي عليه عشان تعلميه الادب، بس على راي حمدي التقل صنعه مش غباوه. انا غبيه يا شربات؟ ده انت غبيه وغشيمه ومخك ده صرمه قديمه. ما اخوكي بيقول لي اول واحد بيروح المصنع واخر واحد بيمشي منه،
ومن المصنع للفيلا ومن الفيلا للمصنع، عايزاه يعمل ايه؟ يقول جاي وانت وحشتني يعني انشو شد. يلا انا هطلع البس. تطلع معايا فوق؟ لا لازم بسيط. لوحدك؟ هزعل منك. لا بابا معايا. تيجي معانا؟ لا المره دي لا، عشان عندي شغل قد كده. ما رضيتش اخليه يطلع غير لما اطمنت انك هنا. لو النعم هتنزلوا البسيل بالفاليلنا؟ اسمه بسيل مش بسيل. ومش هنزله بالفاليلنا. طب يا اخويا قلعوا ده الاول، لبسوا الكتافات بعد ما تقلعوا الفاليلنا. اه صحيح، انت عارف انه بيزن عليا كتير، يقعد يقول لي شوشات وحشتني. النبي فيه الخير، احسن واحد في العيله ده. تصدق بقى ده انتوا عيله مش عايزه اقول عشان العيال بتلقط. على العموم الله يسامحك. ده أكيد هيسامحني، المهم يسامحك أنت. ده لسه بطلع لك في المنام. مش عارفك الموضوع ده. أنت ضرب حاجة على الصبح ولا إيه؟ في ما أنت اللي قايل لي، إن أنا كل ما أطلع لك بحاسب عليه. أنت قصدك على الحلم ده. لا لا الحمد لله من ساعة ما اتكلمنا مفيش كوابيس خالص. أمال أنت فاكر بكلمك على أنهي حلم؟ هو الحلم ده. في أحلام تانية؟ لا الحلم ده ما غيره خالص، مش هقدر احكي لك انت بالذات عليه، بس حلم جميل قوي قوي، كنتش عايز اصحى منه. مش كابوس خالص. يلا يا زوما ننزل البسيل. يا زوما هي حصلت ان انت تستخدم ابني في خطتك الحقيره دي يا حاتم؟ تستخدمه يعني ايه؟ مش انت اللي لقيته كلامه وقلت له يطلع يقوله لها وطلقتوا عليها؟ انت بتعلمه الكذب والنفاق من دلوقتي؟ كذب ونفاق اوفر قوي يا يمنى. لعلمك ابنك بيحب النيله دي بجد. يعني هو اللي قالك انه عايز يطلع يسلم عليها ولا انت اللي سلطته؟ جرى ايه فيه يا يمنى؟ فيها ان انا مش موافقه على خطتك الحقيره دي انت وعواطف، وما عنديش اي استعداد ان ابني يبقى عنصر فيها. عنصر؟ عنصر؟ هو مخطط ارهابي ولا ايه؟ انت ليه مستخف كده باللي حصل؟ عشان مفيش حاجه حصلت يا يمنى. انا غلطان اني حكيت لك حاجه. خلاص اوعدك مش هقول لك اي حاجه على الموضوع ده تاني. وحمزه بره الليله، سياكي تجيبي سيره البنات حكيم. قلت لك مش هحكي يعني مش هحكي. خلاص. هاي يا يمنى ازيك؟ هاي. هو فارس فين؟ بقالي كتير بطلبه موبايله مقفول. لا انا ما اعرفش اي حاجه عنه بقالي. اوكي طب يبقى خلينا نشوفك. ما اعرفش حاجه عنه. احنا سيبنا بعض. ايه ده؟ امتى؟ يعني مدة مش فاكرة امتى بالظبط. ما قلتليش ليه؟ ما جاتش مناسبة يا حاتم. ما جاتش مناسبة؟ مش عايزة اتكلم في الموضوع ده يا حاتم من فضلك. أنا مروحة البيت. هاتلي حمزة بعد التمرين. باي باي. سبتوا بعض؟ ما قلتليش أنا كمان ليه؟ عشان ما كنتش عايزة حاتم يعرف. أنا اسمي رشا على فكرة مش حاتم. ما انا ما كنتش عايزاكي تقولي له يا رشا. انا برضه هقول له يا يمنى. معقول انت تستأمنيني على حاجه وانا اقولها لاي حد اصلا؟ خلاص بقى انا متضايقه بما فيها الكفايه. ما انت برضه بتتصرفي بطريقه غريبه بصراحه. يعني موضوع زي ده لا يمكن يستخبى، هيتعرف هيتعرف. ليه بتحطي نفسك في المواقف دي؟ بص ايدك مش ناقصه تبكيت وتقطين. وانت مش عايزه حتى يعرف ليه انكم سبتوا بعض؟ عشان هيمسكها لي زله ويقعد يغيظ فيا ويقول ان انا سبب فشل كل علاقاتي. الله. ارتحتي؟ ايه شغل العيال ده؟ ايه ده؟ ما هو عمك عيل وعيل من اعيل عيل كمان، ده عيل من ابنه اساسا. بني ادم مستفز. ايوه مستفز وحش حاتم، وانت مش بتحبيه خالص على فكره. لا بحبه يا رشا ومتغاظه وهطقم اللعبه الجديده اللي هو بيلعبها دي. لعبه ايه؟ ما تاخديش في بالك بقول اي كلام. لا لعبه ايه؟ ما تركزيش معايا. لا مركزه معاكي، ما انت قلتي حاجه انا لازم افهمها. لعبه ايه بقى؟ ماشي هقول لك يا رشا، بس احلفي برحمه ابوكي وباغلى حاجه عندك ما تجيبيش سيره لا لعمك ولا لعمتك ان انا قلت لك. على فكره انا اتخنقت منك ومش عايزه احلف ومش عايزاكي تقولي لي اي حاجه خالص. لو مخوناني خلاص اسكتي. ايه شغل العيال ده؟ خلاص هقول لك يا ستي مش مخوناكي. طب قولي. هقول لك. طب قولي. طيب قولي. خلاص قولي. ايه الملل ده؟ ها عمل ايه؟ يا مزة ما انا لو ما عكستش يعني ما يبقاش عندي نظر. عقلية. طب اضحكي حتى. اضحكي حتى وبالريق. يا زميلي لا مؤاخذة هتخصني يعني هندسة. ها؟ وحياة امك.
واقفة ليه ما تركبي؟ حاضر. ايه هو عشان اركب وانا ماشي ولا ايه؟ مش اصول ديت. ولما انزل اربي امك دلوقتي. بلاش فضايح، هبص رجليك اركب. يا بنت كده ماشي يا صاحبي. بص بقى يا باشا، احنا واقعين من الجوع، اللي يخلص هتقوم بقى وحد ابوك. حاضر يا حسن. شكرا. المطعم ده باين عليه غالي قوي، وانت يعني يا اخويا طلبت اكل كتير. الف انا على قلبي، وبعدين مفيش حاجه تغلى عليكي. تفتكر حد شافني وانا بركب معاك العربيه؟ ولو حد شافك، حد ليه عندنا حاجه؟ اه ليه؟ ليهم يا سيدي حمدي ان هم يشوفوني قدامهم محترمه وفي حالي، عشان محدش يتكلم عني كلمه. اللي يتكلم عني كلمه واحده انا اقطع لك لسانه. ليه؟ ليه تقطع لسان اللي يتكلم عني؟ شكرا. ما تاكل، انا هعزم عليك ولا ايه؟ بص يا سي حمدي، انا رضيت يا اخويا اركب معاك العربيه واجي معاك لحد هنا علشان نقطع عرق ونسيح دم، بخصوص يعني حوامنك حواليا في المصنع، عشان انا يا اخويا مش عايزه ابقى قلبانه في بق حد. انت عارفه ان انت اول واحده فكرت فيها انها تركب معايا العربيه الجديده؟ قبل المدام؟ قبل المدام. وبعدين انت ركبتي فعلا قبل المدام؟ بصفتي ايه يا سي حمدي؟ ادام يعني يا اخويا في مدام. بصفتك عجباني قوي يا قمر، عجباني ومبرجلاني، وغصب عني بقى مش قادر ما احومش حواليك في المصنع، عشان عينيا بقت عايزه تشوفك على طول، ولساني عايز يكلمك على طول، ودماغي دي ما بقتش بتفكر غير فيك انت وبس. وانت كمان عاجبني يا سي حمدي، شفت بقى انا جبت لك من الاخر ازاي؟ وحياه امي عمري ما قلتها لحد ولا حتى لطليقي، وعايزاك انت كمان تجيب من الاخر. عاجبني وعاجباك اه، بس انت يا اخويا المدير، وانا شغاله عندك بيوميه، وان كفيت عيش ما بكفيش غموس، وشريفه وعفيفه وما بحبش الحال الماي. حلها لي انت بقى يا سي حمدي، عشان ما عنديش ليها حل يا اخويا. خلص ازاي يعني؟ خلص وخلاص بقى اساسا، ما تبقاش رخم. السلام عليكم. سلام يا حسن. ناردين بالنسبه لي بقت ذكرى، مجرد فنانه شابه وزوجه بس، واخري من هنا ورايح ما اشوفلهاش غير صوره في مجله، وما اسمعهاش بالصدفه غير في حوار في التلفزيون. لا جدع يا عيال، بس انا صاحبك برضو المفروض كنت تفهمني يعني. مش مهم تفهم بقى، المهم تعرف ان صاحبك غلط غلطه والحمد لله، لحق نفسه مش ناوي يغلطها تاني ابدا يا رب. قشطه يا معلم. طب يلا بقى عشان اوصلك بالعربيه الجديده. بقى جديده؟ لا يا عم، انت بتمشي على سرعه 5 كيلومتر في الساعه، انا لو اتمشيتها البيت ما اوصل اسرع. مش لسه بتعلم ادي انت يا. ايوه يا عم، انت بتتعلم فين؟ انا تشلني. انت بتصدق انا غلطان؟ روح اتمرمط بقى في المواصلات يا فقري يا ابن الفقري. خلاص خلاص يا عم، اجي معاك هخليك تنول شرف توصيلي. صحيت النبي تدوس بنزين؟ ها ما تحسسنيش ان انا راكب جنب انور وجدي. يلا بقى. ستور يا رب. ولا ساسا ايه؟ عايز تبقى سيسو البنات كلها تديك على قفاك؟ ايوه. مش هتلاقي احسن مني تتعلم منه. استنى استنى. اسمع يا معلم. يا عم مش انت ايه راكب عربية في الملاهي؟ يعني ايه روح على فيلا حكيم؟ بص بقى يا معلم، انا عملت لك اتصالاتي وطقست لك على الموضوع كله. حكيم قبل ما يموت اتجوز اخت الواد خالد، وبعد وفاه المرحوم الواد خالد راح قاعد مع اخته في الفيلا. يعني الواد ده وناديه قاعدين في بيت واحد؟ بالظبط. لا يا معلم، يبقى كده الخطه لازم تتغير تماما. يا حبيبتي يا رشا، يا اختي نفسك تفرحي، بس في حاجه واقفالك كده. واحده واحده. شكلها ايه؟ بصي، هي لا بعيده ولا قريبه، لابسه ابيض في ابيض زي الملاك كده. الو، عن اذنكم ثانيه واحده. ثانيه واحده ليه؟ ما احنا كلنا عارفين مين يعني. واحنا هنفضل يعني مستنيين سعادتها لغايه ما تخلص المكالمه؟ خد يا شاشه، شوفي لي الفنجان. لا كده اتلخبط، لازم اميز في الفناجين. انا كمان هقلب لك فنجان يا شربات. تقلبي لي فنجانك ليه يا اختي؟ ما انت عارفه نصيبك وشفتيه وعرفتيه، عايزه ايه تاني؟ اشوف لمين فيكم انا.
طب يا شربات شوفي بقى اللي هي واحده ثانيه وانا هبقى اشوفك بعدين، اصل انا عندي حاجه كده. بالسلامه. باي. الله يسهلك. طب مفيش حتى صباح الخير؟ يا لهوي، اللهم احفظنا يا رب. ده انت عندك تعبان قدش كده بسبعة ارواح. تعبان؟ اه والله. لا وايه، وكل ما تفتكري انك انت خلصتي منه يقبلك تاني. لا بس في سكه، سكه زي الفل، حلوه قوي قوي قوي، لا كانت على البال ولا على الخاطر. اه والله يا رب. هلو بنات. هلو. هاي. يا بقالي كتير قوي ما شفتكمش. طبعا، ما هو يا اما حضرتك طاير في الهواء يا اما احنا في الشغل. النهارده لحد كلنا اجازه. ايه ده؟ انا كمان. بس طبعا غير مرغوب في وجودي. يعني هتحرم القعاد مع بنات اخواتي اللي مرصوصين حواليك، مش كده يا مدام؟ من ناحيه انك انت غير مرغوب عندك حق، لكن حقك تقعد مع اولاد اخواتك. انا بقى حاسداك. لا 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 لا، انت مش رايحه اي حته، انا عايزاكي تكملي لي قرايه الفنجان. لا يا شوشته، انت لسه ما شفتيليش الفنجان يا حبيبتي. اوه، انت بتقري فنجان؟ تصدق؟ وتقدري تشوفي للرجاله ولا ده للنساء فقط؟ انت كمان يا حاتم عايز تشوف الفنجان؟ وعايزها بقى هي كمان تقراه لك؟ قلتش انا حاجه؟ مش غريبه بالذمه ولا مش غريبه؟ ها؟ غريبه قوي. قوي قوي. 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 هو ماله ده؟ السلام عليكم. يا صباح الورد، فطرت يا اخويا؟ اه فطرت من بدري، انا خارج، عايز حاجه؟ لا عايزه سلامتك، النهارده اجازه، في ايه؟ مع صحابي بقى. ما تفرج البنت بس مع العربيه الجديده. اه طيب، المفتاح اهو، العربيه في الجراج، انا اخش الحمام. مش قلت لك انا مش قلت لك ما تزوديهاش؟ مره منك يا ساتر. انت يا بنت سيبك بقى منهم يا شوشات، وخدي قولي لي اقري لي الفنجان يا حبيبتي. يا بنت اصبري لما نشوف الوكسه اللي احنا فيها. البنت مفطوره، اوعوا كده. انت يا بنت شوشات، تعالى قول لي. بس ما طلعت على فوق وهي بتجري وهي عماله تعيط. يا راجل. اه وحمدي دخل الحمام وهو عمال يبرطم. مش معقول. ورشا خرج. عارفه؟ عارفه خرج مع مين؟ لا، مع ياسين، كان مستنيها ورا بالعربيه. يا راجل، طب عايز تخبص لي على مين تاني يا اخويا قبل ما اطلع اشوف مرات اخويا؟ لا مفيش حد تاني، هو الموضوع كله اللي هو حاتم كان واقف معاك وليه؟ كان عايز حاجه؟ وانت مال امك؟ ما دام اتفرجت على العربيه يا اخويا. انت فطرت قلبها قدام الناس قاعده بتعيط وكسفتها بقى يا حمدي. بقول لك يا شربات، هي بترتاح لما بتعيط وانا برتاح وهي مش قدامي. سلام. سلام. لعلمك بقى، العيال دي محسودة. جاتك داهية في تقل دمك. يا رب تموت. نادية شكلها ناوية تفضحني. أنا جاية هربانة وخايفة لحد يسألني أنت رايحة فين وهي بتهرب. طب وأنت ليه مش عايزة حد يعرف إن إحنا خارجين مع بعض؟ عشان عايزه اللي بيني وبينك يفضل من غير شوشرة ومن غير تأثير حد، عشان انا وانت نعرف نفكر كويس. يعني تحديدا بقى مامتك، والنبي يا ياسين مش عايزاها تعرف. انا عارفه ان هي هتجيب لي صداع لو عرفت. انا معاكي جدا في الموضوع ده. انت عارفه يا رشا شربات قالت لي ايه امبارح؟ ايه؟ قالت لي ان انا شكلي محلو كده اليومين دول وبحب. انا بصراحه ما كنتش مصدقها قوي في موضوع بحب دي، بس مصدقها جدا في شكلي محلو بصراحه. بجد صدقتها؟ ايه ده، قصدك ايه؟ طب وانت قلت لها ايه؟ قلت لها لا انا مش بحب. قلت لها انا بحب قوي. كانت بتشوف لي الفنجان النهارده. شافتك الفنجان؟ وعرفت ان احنا بنحب بعض في الفنجان؟ لا يا مش للدرجه دي خالص. تاخدني فين؟ احنا ممكن نروح اي حته انت عايزاها، اي حته. احنا هننبسط ان شاء الله. بس قبل ما نروح اي حته، ممكن استاذنك بس في مشوار صغير؟ ماشي. فين بقى؟ برضو؟ صباح الخير يا حبيبتي.
محمد خير؟ ايه اللي جابك؟ في حاجه ولا ايه؟ لا خير، ما فيش حاجه. ما تقلقيش يا حبيبتي. طب اتفضل اتفضل. ما قلقش ازاي؟ ده انت عمرك ما جيت لي المدرسه. ما هو النهارده الحد وانا اجازه، فقلت عد عليك يا حبيبتي. ما انت طول عمرك اجازتك الحد وعمرك ما جيت لي هنا. ايه يعني الحق عليا ان عديت يا حبيبتي؟ حبيبتي غريبه قوي، طلع من بقى كده غريبه قوي عليا، مش متعوده عليها. في ايه يا محمد؟ مفيش، انا قلت اجيلك ونمشي من بره بره بدل ما تتعبي روحك وتيجي على البيت، وبعدين ننزل نروح مشوارنا سوا. حبيبتي مشوارنا؟ انت ناسيه اننا معزومين النهارده على الغدا عند بسمه وحمدي. عند بسمه وحمدي؟ ايه ده انت اللي قلتيلي. هي بقى اسمها بسمه وحمدي؟ هتستهبل عليا يا محمد يا صناديلي؟ ما هو مش معقول يا موجه كل ما احب اشوف اختي تعملي لي مشكله. مش ذنبي انها عايشه مع شربات في بيت واحد. ماشي يا محمد، عايز تشوف اختك نعزمهم بره هي وجوزها، انما انا مش رايحه عند شربات. ايه رايك بقى؟ ولزومها ايه بس المصاريف؟ اذا كانوا الجماعه هيعزمونا على غدوه معتبره عندهم في البيت من غير ما نحط ايدنا في جيبنا يا مهجه. شفت رجعت مهجه مش حبيبتي؟ يا سيدي انا اللي عازماك، انا اللي هحط ايدي في جيبي، مش هاجي ناحيه جيبك. وجيبي وجيبك ايه بس؟ ما هو واحد. محمد انا مش رايحه الفيلا، عايز تروح روح انت لوحدك، انا مش رايحه. خلاص نعزم العيال بره على الغدا في اي مكان. طب ايه رايك نعزم شربات معاهم على الغدا؟ وبالمره يبقى ردنا جزء من جمالها. على جثتي لو شفت شربات النهارده. ازيك بقى؟ طب انت جايبني هنا ليه؟ عايز اعرفك عليها. تعالي. ازيك يا جوجو؟ عامله ايه؟ انا جبت لك رشا زي ما وعدتك. شوفي جميله ازاي؟ حبيتيها زي ما انا حبيتها مش كده؟ هي دي رشا اللي خلت قلبي يدق لها بعد ما كنت حاسس ان عمره ما هيدق تاني من ساعه ما انتي مشيتي. وعمرنا ما هنلاقي حد حنين على جميله قدها. على فكره بتحبها قوي وجميله كمان بتحبها. رشا دي اللي خلتني عايز اعيش في الدنيا من تاني بعد ما كان كل حاجه ملهاش طعم من غيرك. تعالي سلمي عليها. سلمي عليها واتكلمي معاها شويه، هي سامعانا وشايفانا على فكره. مساء الخير. عارفه لو ما كنتش وافقت اننا نخرج النهارده كمان بجد انا كان ممكن اروح فيها. ما انا قلت بقى الحقك وارد فيك الروح. مياس قوي. طب عليا النعمه من نعمه ربنا، ما بقيت عايز حاجه من الدنيا دي كلها غير ان انا اشوفك. ويوم الاجازه ده انا بقيت بكرهه كره. يا بنتي انت خليتيني احب المصنع والشغل، خليتيني ارجع احب روحي.
ده انا بقيت بسمع فيروز ووردة وحليم. على فكرة مش كده خالص يا قمر. طب اقفل بقى ماسورة الكلام الحلو ده دلوقتي عشان عايزة اقول لك على حاجة حصلت امبارح. ايه خير؟ البت صباح فتنت لي وقالت لي انهم بدأوا يلسنوا في المصنع وبيعلقوا على قعدتك 24 ساعة في المشغل وساعة الراحة اللي ما بقتش تقضيها غير في وسطينا، وده بقى بالظبط اللي انا مش عايزاه يا حمدي ولا ارضاش بيه ابدا. ولا انت المفروض ترضهولي لو انت بقى بتحبني بجد؟ الواحدة اللي زي حالاتي ما حلتهاش غير سمعتها. طب وهي لما قالت لي كده انت قلت لها ايه؟ بهدلتها وعملت نفسي مش فاهمة حاجة، قلت لها انت بتقولي لي الكلام ده ليه وانا مالي؟ بس كان باين ان انا على راسي بطحة واني كنت مفقوسة قوي. بطحة دي بقى اللي هي انك بتحبيني؟ شوف انا بتكلم في ايه وانت بتحكي في ايه بقى دلوقتي؟ انا بقول ان انا بحبك وعندي كفاءة اقولها باعلى صوت واسد بيها عين الشمس. طب والموظفين والعمال وعم محمد الصناديل اخو مراتك ومراتك ذات نفسها يا حمدي؟ ما انا قلت لك يا قمر مراتي هي اللي عايزاني اطلقها، وعلى فكره ده من قبل ما اشوفك ولا اعرفك حتى. ومحمد الصناديل اي نعم في مهام اخويا الكبير وكل حاجه، بس في الاخر برضو ملوش ان هو يتحكم فيا ويقول لي ايه اللي يرضيني ولا ايه اللي يسعدني. كلام عظمه وموزون، بس الفعل بقى ايه؟ هتشوفي. لحد كده وكفايه، وما تاخدش بقى على كده كمان. ترجعي تعيشي معانا وتسيبي شربات، قصدي يعني تسيب الفيلا الحلوه، واكيد جوزك مش هيرضى يسيب السرايا ام خدم وحشم. في حد ضايق هناك يا بسمه؟ شربات عملت لك حاجه؟ دي هي اللي مصبراني، دي حطاني فوق دماغها يا ابو. يا حبيبتي. حبيبتك يا بسمه، يا بسمه يا حبيبتي. انت زعلانه مع حمدي؟ لا زعلانه ولا فرحانه. امال ما جاش يتغدى معاكي ليه؟ لما كلمتوني كان خرج. انا كمان لما اتصلت بيه ما ردش عليا. بس انتوا وحشتوني قوي، وبيت حلوان كمان وحشني قوي. وانت كمان، وانت كمان وحشتينا قوي يا حبيبتي يا اختي. طب تجيبي يا حمدي وتيجي تقعدوا في شقه شربات، قصدي يعني اللي بقى شقتك دلوقتي. بتقول لك انا وانت والبيت وحشناها، تيجي تقعد في بيت اخوها، بلا حمدي بلا شقتها بلا قرف.